دكتور، اولا الف مبروك على تكريم اليوم من اتحاد المصارف العربيه. كيف تنظر الى هذه المشاركه اليوم وهذه المبادره؟ اولا بالبدايه اشكر اتحاد المصارف العربيه على الدعوه الكريمه. حقيقه انا هذه اول مشاركه لي في مؤتمر لاتحاد المصارف العربيه، وانا سعيد جدا بالمستوى الرفيع الذي في هذا المؤتمر، سواء كانوا متحدثين او حضور. الحقيقة المؤتمر جمع هو مؤتمر اتحاد المصارف العربية، هو مؤتمر اتحاد جمع الدول العربية جميعا، جمع المصارف العربية جميعا. وأنا حقيقة أيضا أشكر الاتحاد على الجائزة التكريم. حقيقة هذه تكريم ليست لشخصي، إنما هي تكريم لكل من عملت معهم بالسابق، سواء كان في مؤسسة النقد العربي السعودي أو الآن في صندوق النقد العربي. أنا أشكر اتحاد المصارف العربية، أشكر مجلس الإدارة. وحقيقة التعاون بين صندوق النقد العربي واتحاد المصارف العربية هو تعاون ليس بجديد، هو تعاون قديم. اتحاد المصارف العربية يحضر اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية العربية للصندوق، يقوم بأمانته، أيضا يحضر اجتماعات اللجان وفرق العمل. هناك تعاون وثيق، وأنا أتطلع لتعاون أكبر أيضا مع إقدام الصندوق على تأسيس نظام المقاصة العربية. سيكون إن شاء الله هناك تعاون أكبر بين صندوق النقد العربي وبين اتحاد المصارف العربية. ودائما اتحاد المصارف العربية له بيت في أبوظبي، متى ما أتى هو صندوق النقد العربي. شكرا لك. شكرا.